احنا بصراحة عيلة مفككة ووسخة آخر 36 حاجة. احنا عايشين مع بعض في البيت زي ما يكون عايشين في بنسيون معفن قذر. مفيش أي حد له علاقة بالتاني، ولا نعرف مشاكل بعض، ولا بنصبح على بعض. وآدم ده بالذات أنا معرفوش يا باشا، آدم معرفوش. بس لدرجة إن أنا كنت مقاطع أختي بسبب الجواز، أنها جوزت أبوه. بس النصيب الوسخ بقى عكتنا في الجوازة السودة دي. بس أنا عايز أقول لسيادتك بالله عليك يا باشا، صدقني أدم ده طيب وابن حلال. ولا أنت شكلك كده غاوي الصعبات وأنا هظبط أمك. بالراحة يا نانسي على نفسك شوية، أنا خايفة عليك. بالراحة؟ بالراحة إيه بس؟ أنا ضيعت مستقبل الولد. ربنا هيناكي إن شاء الله. إزاي؟ ده ما بقاش قاتل وسارق بس، دول خلوه إرهابي كمان. للأسف كل الظروف ماشية ضده. أنا هروح أعترف بكل حاجة وأشهد إنه كان بيدافع عني. بتفتكري إنك هتنقذيه بالطريقة دي؟ هي دي الحقيقة يا بابا، ما هي لازم كل الناس تعرفها. الحقيقة ما حدش يعرفها غيرنا إحنا. أيوه يا حبيبتي، لازم نفكر بالعقل. أي تهور دلوقتي ضد مصلحتنا كلنا وهيخسرنا كل حاجة. هو زنوني يا حبيبتي. طب أعمل إيه طيب؟ تعيشي حياتك عادي جدا، وما تنسيش إنهم ممكن يكونوا بيراقبوكي. بيراقبوني؟ طبعا، أنت مش طرف في جريمة قتل. ومين؟ أمريكاني. طب وآدم؟ هنعمل فيه ايه؟ هخبيه في مزرعة الفيوم. وجوده في القاهرة بقى خطر عليه. لغاية امتى يا حبيبي هنغبيه كده؟ لغاية ما نشوف الامور هتوصل لفين. وقفي معانا يا عدري يا بنو، وقفي معانا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وانت كمان يا كيمو. هو في احلى من ليلي؟ بس مش غريبة يا جماعة، احنا الاتنين مع بعض في ليلة واحدة. وايه المشكلة ان احنا نهيص؟ ما انتوا عارفيني بحب اللب، وانتي بيضة وهي سمرة وكل بستان زهر. انا بقى بصراحة عايزة انبسط قوي النهاردة. عايزكم بقى تدلكوني وتدلعوني وتنيموني. بس كده؟ وانا اللي فاكرك مؤدبة. لا وترقصوني كمان. انا شارب ثلاثة ستيلا ويجي ثمانية كمان اي دي. انا راجل او مش الا ولا يهمني من ده ولا دي. انا شارب ثلاثة ستيلا، انا راجل او مش الا، انا شارب ثلاثة ستيلا. بس يا روح امك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده بيه يا باشا؟ هو مفيش غيري في البلد دي يعني يا باشا؟ وبعدين انا مش دعوه بالسياسه يا فندم يعني، وحضرتك عارف انا راجل بتاع سيجاره وكاس يعني، وما بعملش حاجه غلط. تعملش حاجه غلط؟ هدوم على فين يا فندم؟ بس يلا يا ماما، يلا يا فندم. طب غير هدوم، يلا غير هدومي. والله يا فندم انا ما اعرفش اسم ريتشارد ده غير في فيلم الناظر صلاح الدين. انت بتهزر يالا؟ لا والله يا فندم انا بقول الحقيقه. وادم امين عبد الحي تعرفه هو كمان؟ يا فندم اعرفه. علاقتك بيه؟ هو صاحبي وزميلي في الكليه والواد ده رجولي يا فندم. صاحبك بس وزميلك في الكليه؟
ولا كان في وقفات احتجاجيه بترتبوها مع بعض؟ يا فندم لا انا ولا ادم لينا في السياسه، والوقفات الاحتجاجيه دي هي اللي عرفتكم بيا، وبعدين يا فندم والله كانت وزت شيطان وراحت لحالها. انت تعرف مكان ادم؟ اه يا فندم، هو ساكن في حاره في بولاق ابو العلا. يا سلام. اه بس الحقيقه مش عارف رقم البيت يعني. جبت التايه يا واد، ما احنا عارفين العنوان. على فكره انت شكلك ظريف كده ودمك خفيف. يا فندم والله خالص انا بس عايز اخدم يعني. هو ادم عمل ايه؟ يعني انت مش عارف ادم عمل ايه؟ لا يا فندم والله ما كنت سالت حضرتك. مش شغلك. ومروح يا كريم واول ما اكلمك الاقيك. ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل. انتوا هنا بتشهدوا في جريمه القتل؟ جريمه القتل؟ امال انت كنت بتهبب ايه جوه؟ كانوا بيسالوني على ادم. ما هو ادم هو المتهم في جريمه القتل اللي بيحققوا فيها يا زكي. ايه؟ ادم لا يمكن يعمل كده. وافاد المتحدث الرسمي باسم الجماعه بان هذه هي اولى عمليات الجماعه. شايف؟ انا مش عارف بس يا باشا وسائل الاعلام دول عمالين يجيبوا في سيره الناس من قبل حتى ما ندينهم او نثبت براءتهم، ده كده بيبوظ لنا شغلنا. بيني وبينك برضه يعني الواد ابن صبره ده بقى ما وضع شك ملف وبيقول انه ممكن يمشي في الطيار ده. مش عارف يا باشا، انا حاسس ان الواد ده ملوش اي علاقه بالجماعه دي، وممكن يكون قتل الامريكاني عشان اي حاجه تانية، يعني جريمه قتل عاديه مش مستاهله بقى ان الملف يجي عندنا ونحقق فيه. طالما الجماعة اعترفت بقت مهمتنا، والمفروض ان احنا نلاقي الواد ده بمنتهى السرعة. بقولك ايه يا شيخ؟ تشرب حاجة؟ ربنا يخليك يا استاذ باشا. انا عايزك تبعت للنائب العام طلب ان يدي امر بعدم نشر اي حاجة عن القضية في جميع وسائل الاعلام. عايزين نشوف شغلنا بقى، الكلام ده مش هينفع. واضح انك بقيت المتهم الاول في القضية. في جماعة إرهابية أعلنت إنك منتمي لي. يا نهار أسود، إيه الكلام ده يا دكتور؟ يعني أنا كده بقيت قاتل وسارق وإرهابي؟ إيه الافتراء والظلم ده؟ ده كدب. أنا عارف إنهم كدابين، بس كل اللي بيدور في الإعلام بيأكد كل كلامهم، عشان كده وجودك في القاهرة خطر عليك. هما هنروح فين يا دكتور؟ أختك عندي تستخبى في مزرعة صغيرة في الفيوم. شكل كده استخبى بقيت عمري. ما تقلقش، خلي أملك في ربنا كبير. ونعم بالله. أنا إيه بس اللي بيحصل لي ده؟ حوادث ومفاجآت ما كانتش تخطر على بالي. يا ترى اللي جاي خير ولا شر؟ يا ترى صدقوا اللي قلته في التحقيق ولا شاكين فيا وبيراقبوني ولا ايه؟ ربنا يستر بقى. نانسي. هاي، ازيك يا امير؟ هاي ايه؟ انت كويسه؟ اه انا كويسه الحمد لله. بس انا قلت اعدي واطمن عليكي. لا انا كويسه. عملت ايه في المشوار اللي رحتيه مع بابا امبارح؟ مشوار ايه؟ المشوار اللي كنتوا هتروحوه سوا ساعه لما جيت لكم. بس انا لمحته نازل ومعاه شاب كده وما شفتكيش. بالمناسبه مين الشاب ده؟ ده واحد قريبنا. واحد قريبنا وبابا كان رايح يوصله محطه القطر وبعدين انا كنت نازله معاهم فعلا، بس تعبت وما بقتش قادره انزل فسبتهم. الف سلامه عليك. هو انت بتتجسس علينا او حاجه؟ هتجسس عليكم ليه؟ دي كانت صدفه. بس انا لما جيت لكم ما شفتش الشاب ده، ما كانش موجود. كان في الحمام يا سيدي. وبعدين انت ما دخلتش البيت اصلا عشان تبقى شفته كله يعني في الدقيقتين دول. انا اسف، معلش ان انا بتدخل في الماليش فيه. لا اتس اوكي، انا بس اللي تعبانه شويه ومش عايزه اتكلم دلوقتي معلش. طيب انا اشوفك مره تانية بقى. باي. لو سمحت. نعم يا سيدي. كنت بسأل على موظف عندكم هنا اسمه عامر أبو الفضل. ما تجيب لي السيرة الله يكحمه. ما هو السبب في اللي أنا فيه ده. معلش، ألف سلام عليك. الله يسلمك يا خوي. يا سيدي أنا عايزك حضرتك بس تقول لي هو فين بالظبط؟ بقالي يومين ما بيجيش، وقادر يا كريم ما يجي تاني يا رب. طيب مش عارف حتى ممكن تديني على حد يديني عنوان؟ أنت مستقتل عليه كده ليه؟ ده راجل مومة ونحس، سيبك منه. يا سيدي أنا مش مستقتل ولا حاجة، المسألة إن هو معايا سايب بأمانة معايا فأنا عايز أوصلها لك. خلاص بقى روح شؤون العاملين شوفوا هناك وهم يدلوك عليه. ماشي شكرا يا سيدي. الله يخرب بيتك يا عامر يا بوز الفقر، يا رب تطسك عربية. ادخل.
ازاي يا استاذ تغير المانشيت اللي انا كاتباه من حادث قتل امريكي لجماعه ارهابيه بتختل امريكي على قد متطرف مصري؟ انا رئيس التحرير من حقي احذف وضيف اللي انا شايفه بمصلحه الجريده. ثم اديك شفت المانشيت عامل ازاي، الاعلانات زادت وتوزيع الجريده زاد. يا فندم انت كده بتفرغ الرساله الصحفيه من مضمونها وبتحولها لتجاره. راي عاليه ان انا رئيسي في العمل. حضرتك كده بتحكم على بريء بالاعدام من قبل حتى ما المحكمه تحكمه. كل وسائل الاعلام ساعه الخبر مش احنا بس، كلهم جري ورا الخبطه الصحفيه ومحدش فيهم اهتم بتفاصيل الخبر اللي بينفي التهمه على الادم وبيثبت براءته. انا عايز افهم انت مالك متحمسه قوي للبني ادم ده؟ هو قريبك؟ انا فعلا متحمسه لان زميلي في الكليه وانتيم طاهر زميل وعارفه ومتاكده انه ملوش في السياسه من اصله. انا مش بشك فيك يا عليا، بس ايه دليلك على انه بريء؟ اولا سلاح الجريمه طلع بتاع المجني عليه، وده اكبر دليل ان ادم ما كانش داخل بدافع القتل ولا السرقه ولا عنده نيه سبق الاصرار والترصد. ثانيا داخل شقه القتيل لقوا كاميرات مراقبه متوصله على هارد وتصور عليه الجريمه كامله، والهارد ده اتسرق ومش عارفين مكانه فين لحد دلوقتي. عارفه عليا برغم اسلوبك اللي انا مش متقبله بالمره، لكن دي معلومات مهمه جدا اللي بتقوليها. انا كتبت مقال جديد وكاتبه فيه كل مستجدات التحقيق. للاسف يا عليا مش هينفع. ليه؟ لان جالنا قرار بحظر النشر في القضيه بتاتا. يعني ايه بقى؟ يعني مش هقدر انشر لك الا لما النيابه تدي قرار بكده.